Yeah.
يكون السبب اللي هو في أسماء المسكين شطر حتى الأحتياط الجنسي ونعلم عليه اليوم إلى يوم الحزب من المال المسكين اللي حدينا أهمية كبيرة اللي ننتظر منها في المستقبل في السنة القادمة أهمية كبيرة هي السبب اللي يكون رفيع المسكة حكومة المسكة هذه اخترنا المسكة عبر كامل زيزي كبيرة باش يقع اختيار من أحسن مصنعين زي تبعها الذين يقوموا بالبرمجين عن المسكة هذه تشجيع ما منتجي زيت الزيتون على انتاج وهي جيدة ان شاء الله السنوات القادمة يكون المسكة هذه تولي مسكة ميديترانيان علاش ما تكونش عاصمة الزيت البحر المتوسط في احد التظاهرات الاحتفالات بالمهرجان كل مهرجان تعمل احتفالات كل تظاهرات في هذا النطاق تظاهرات الثقافيه اللي وقعها جدا في بناء المهرجان حتى قبل المهرجان هي عديده ومختلفه والتظاهرات عندنا تظاهرات تظاهرات موسيقيه وتظاهرات موسيقيه عندنا برنامج احتفالي كبير موجود يوم الاحد البرنامج هذا باش تكون فيه استعراض فرق موسيقيه في وسط المدينه واستعراض فتره خلود جيده ومعروفه عن الوقت العربي هذه محتوى البرنامج برنامج المهرجان والاخير نحاول نشكر الضيوف في كل الاستضافه وحضور في اللقاء هذا نحاول شكري للمداعبين اللي من غير ما كانوا ما كناش نوصلوا باش نشكروا حق البرنامج هذا شكري لفريق التحضير اللي عاون الفريق المنظم على تحقيق البرنامج هذا بالطبيعه نشكر جميع المؤسسات الاعلاميه اللي تسعد وجميع المؤسسات الاعلاميه كل ما عاونوا في تحقيق البرنامج نشكر الذي استانس كان الدعم فتح لنا ابواب المدينه وسمحت لنا الفرصه باش نكون متطورين نتاعنا في وسط المدينه في بلدي في قصر بلدي ستانس في جميع النقاط اللي عرفت الجاهزيه وطلبت منها الجاهزيه دعم نشكر الصحفيين على ظهورهم ندعو جميع الحاضرين ندعو جميع الصحفيين بمواكبة جميع برامج المهرجان والمهرجان هذا إن شاء الله ننجحوا فيه المهرجان كان راهو تحدي ديوان وزارة السياحة بشخص المهرجان سي توفيق اللي من غير الدعم وكان وقت معنا المدير الوهاب وسي توفيق بالعكس دخل بفريق التدريب ولا عنصر من العناصر فريق التدريب شكري